examples example هنا اللي راح ناخذ المثال للكاربريتر. Example jet carburetor is required to supply 6 kilogram of air per minute. M dot نعني M dot هذه الM dot A kilogram per minute. لاحظ هنا هذه 6 كيلوغرام، هذه 6 كيلوغرام لابد انه نحولها من كيلوغرام per minute الى كيلوغرام per second. And 0.45 كيلوغرام of fuel. اذا هنا هذه of fuel، هذه m dot f وهذه m dot a. Of density 740 كيلوغرام per meter cube. لاحظ هذه density لمن؟ هذه للوقود. The air is initially at 1.03 kilogram force over centimeter square. هنا هذه عندنا ال initially اللي راح يدخل بها الهواء اللي هو هذه الوحدات مالته للبرشر، والتمبرشر 27 ديجري سنتيغريد، وهنا قلنا التمبرشر لابد انه نحولها، ما ننسى هذا الشيء. Calculate the throat diameter of the choke. إذن احسب قطر الخانق المن للتشوك. Throat diameter of the choke for a low velocity إذا كان سرعة الجريان 92 متر بير سكند. لاحظ هنا flow velocity يعني هذه نعطينا إياها السرعة، سرعة الجريان. لاحظ هذه سرعة الجريان راح نأكد عليها اللي هي شنو C2 سرعة الجريان، سرعة الجريان خلال من؟ خلال الثروت. Velocity coefficient هذه المعامل السرعة اللي راح نحتاجها احنا من راح نحسب السرعة يساوي 0.8. If the pressure drop across the fuel metering orifice is 0.75. لاحظ هذا الدي بي او الدلتا بي pressure drop لاحظ راح تساوي 0.75 of that of chalk اللي راح تجينا عن طريق الشوك المايمر واللي قبله upstream و downstream. Calculate over orifice diameter. إذا احسب لي الorifice diameter. إذا هسه احنا شنو عندنا؟ المفروض نحسب throat diameter of the choke، وبعدين انطانا معلومات وقال احسب لي الorifice diameter. Orifice diameter assuming CD 0.06. راح نشوف الحل. قبل لا نشوف الحل هنا يعني عندنا هذه القانون اللي هي C2، هذه سرعة الجريان، قلنا الفلو فيلوسيتي C2 ساوينا الديسشارج كوفيشنت CD تحت الجذر 2 جي سي جي سي بي تي 1. لاحظ هنا هذا الجي، هذه الجي 427، هذا معامل انه اجت هنا بهذا القانون. هسه راح اشوفك اياه شلون حصلنا على هذا القانون. راح احسب الاير فلو. هنا راح ارجع انا اعوفك من المثال، راح انه اشرح لك اوضح لك شلون صارت هذه القوانين. Applying the steady flow energy equation، هذه كلنا نعرفها المعادله شلون راح نحسب بيها بين سكشن 1 وسكشن 2 للستدي فلو انرجي اكويجن، واخذناها وتعلمناها بالفلويد فور 1 كيلوغرام اوف اير فلو. اذا بما انه فور 1 كيلوغرام اوف اير فلو فراح نشتغل بمن؟ بالسبيسيفيك، يعني السبيسيفيك اللي هو اي شيء بير كيلوغرام لكيلوغرام واحد. فاذا بين السكشن 1 اللي هو الانرجي اكويجن كيو حرارة زائدا H1 الامثال B زائدا C1 سكوير على 2 G في J. هذا J هو الفاكتر، هذا بعدين راح أشرح لك إياه، يساوي إنه الشغل
specific work زائدا H2 زائدا C2 square على 2G Pj. Q و W هذه Q هي حرارة هي transfer و W هو شغل. فإذا هنا بهالحالة أنا من راح يدخل عندي الفلو خلال الثروت خلال الكابريتر أكو حرارة؟ شيء أكيد ماكو حرارة، فإذا الكيو تساوي لنا صفر. الشغل أيضا ماكو شغل يساوي لنا صفر. والسي وان ليش نساوي هنا صفر مقارنة مع السي تو؟ لاحظ السي تو عالية جدا عندما يمر بالثروت، فإذا السرعة بالبداية هي أقل من السرعة عندما يخرج، فإذا C1 approach to zero بالتالي تتكنسل. فإذا بقى عندي أنا من هذه المعادلة اللي هي C2 يساوينا تحت الجذر 2G J H1 minus H2. راح نعوض هنا كل H هي عبارة عن CP في T هذا بالديناميك الحرارة، وال H2 CP T2. إذا هذه المعادلة راح نتوصل لها إلى C2 يساوي 2 G J، وهذا CP راح يخرج، والT1 واحد ناقص T2 over T1، مجرد أنه نعوض هنا راح يصير T1 minus T2، نطلع T1 عامل مشترك، إذن راح أقسم هذه راح المعامل الثاني الحد الثاني، فيصير واحد T1 نطلعها واحد ناقص T2 over T1. As the flow process between atmospheric and feng shui throat وهنا هو isentropic، وبالتالي نتطرق إلى القوانين أو نستخدم القوانين اللي تستخدم بالديناميك الحرارة عندما يقول isentropic، وبالتالي isentropic إذا أقدر أستخرج هذه القيمة T2 over T1 منين؟ من هذه القانون اللي هو T2 over T1 يساوي P2 over P1 جاما ناقص واحد على جاما. إذا C2 هذه راح تساوي لنا تحت الجذر 2G في JCP هذه لاحظها، والT1 هذا كل المقدار نزل هنا، نعوض فقط عن T1 over T2 over T1 في واحد ناقص، إذا شلنا هذه خلينا مكانها P2 over P1 أوز جاما ناقص واحد على جاما. أيضا راح نسوي لها بعض التعديلات، إذا يساوي لنا C2 نفس هذه C2 يساوي تحت الجذر 2 G في J I J نزلت CP. لاحظ CP أنا عندي بالديناميك الحرارة يقول CP يساوي لنا R في جاما على جاما ناقص واحد، هذه جاما R في جاما على جاما ناقص واحد، T1 نزلت في نفس هذه بقت، فقط أنه عوضنا عن CP. إذن C2 ساونا تحت الجذر 2 جي سي بي اوكي، حيث ان في تي 1 رجعناها، يقول انه جي في السي بي هذه جي سي بي جي في سي بي اللي هي تساوي لنا ار جاما على جاما ناقص واحد. اذا ناو ذا ماس فلو اوف اير از كونستانت from inlet to feng shui throat and is given by، لاحظ mass flow of air كتلة الهواء ثابتة، ليش؟ لأنه إحنا قانون حفظ الكتلة، وإذا قانون حفظ الكتلة الماس هي ما راح تتغير، فإذا كتلة الهواء بما أنه ما تتغير حسب قانون الكتلة قانون حفظ الكتلة، فإذا بال upstream تساوي لنا بالداونستريم A1 C1 على رو 1 اللي هي قبل لا تدخل للثروت، وقلنا هذه شنو upstream، بعد ما تخرج من الثروت اذا صارت downstream A2 C2 رو 2. ايضا عندنا بقوانين الديناميك الحراره P1 V1 وز جاما يساوي لنا P2 V2 وز جاما، من عندها V2 هذه السبيسيفيك فوليوم نشوف الحجم راح يتغير عندما يمر عبر الثروت، فال V2 يساوي V1 P1 over P2 أس واحد على جاما، ها من هذا القانون. إذا أيضا نجي هذه نفس الحد راح يبقى هنا
فقط انه ال V، لاحظ احنا ال V شنو عندنا؟ BV ساونا MRT نانا per 1 كيلوغرام. ليش؟ لانه جاي نستغل بالسبيسيفيك، اذا صارت RT1 over P1، هذه ال V1. اذا وصلنا الى انه ال V2 راح يساونا هذه القانون. اذا نرجع الى ال MA، ال MA ايش راح تساوي لنا؟ MA A2 C2 Rho2 على شنو؟ هذه لاحظ ال A2 هذه A2، ال C2 نرجع وين نجيب القانون مالتنا مال ال C2، عوضناها هذه C2، وال V1 سوري ال V2 اذا صارت هذه قيمتها R T1 P1. ليش؟ لانه راح يصير للاسفل، فهذه R T1 P2 over P1 أس واحد على جاما. هذه أوكي زين. هسه عوضنا عن هذه، لاحظ الـ MA، هذه هي الـ MA. شون إجتي؟ إجتي من الـ A2، هذه الـ A2 C2، هذه قانون C2 اللي استخرجناه. فالرو 2 لاحظ هذه الرو 2 هذه اللي هنا نخا، حتى لا يصير عندك الباز لبس بهذا الموضوع. لاحظ احنا هنا ال V2 هي R T1 على P1 P1 الى P2 اس واحد على جاما، لكنه هذه وحداتها متر تكعيب بير كيلوغرام. بس اذا نجي نعوض عن الكثافة هنا، الكثافة، الكثافة هي مقلوب هنا الـ specific volume. then فهنا الـ MA A2 هذه الـ A2 C2 قلنا تحت الجذر 2 G J C P T1 في هذه الـ أوكي. هنا هذه الـ raw قلنا هي مقلوب الـ specific volume الـ V2، إذن راح تصير P1 over RT1، هذا P1 over RT1، وهذه ال P2 راح تصعد لي فوق، هذه P2 over P1 أس واحد على جاما. إذا وصلنا إلى القانون اللي نستخرج من عنده ال air flow rate. air flow rate لكي يتم تبسيط هذه المعادلة بعد ما أنه نعوض عن ال G 9.81 J، هذا يعني فاكتر التحويلات، والهذه 427 سي بي 0.24 والار يساوي 29.27 وجاما 1.4. راح نشوف الام اي اللي هي تساوي 1.53 بعد ما عوضنا ذني وطلعناه من الجذر في الاي 2 بي 1 على لاحظ هنا تي 1، وراح تطلع لنا من هنا تي 1 فوق، فراح يصير جذر تي 1 وحده تتصل مع الاخرى تحت الجذر. اذا بقت لي انه ال P2 over P1 أس بعد ما اعوض عن ال 2.14 راح يصير 1.442 ناقص P2 over P1، وايضا هذه بعد ما نعوض الجاما فراح يصير 1.71. ان نسوي المعادلة بعد اكثر اختصارا، فاذا ال MA يساوينا 1.53 في ال A2 P1 على تحت الجذر T1، هذه كلها الجذر راح نخليه فاي، فالفاي راح نشوفها تساوي لنا هذه القيمة. هذا هو ما يوجد لي الثيوريتيكال ماس فلو، لكنه بالاكتشوال فلو اعتيادي فنشوري، فراح تصير ام دوت ام دوت اي اكتشوال يساوي لنا سي دي 1.53 في A2 P1 على تحت الجذر T1 في فاي. هذا فقط انه نشوف الاكتشوال يختلف عن هذا الاكتشوال يختلف عن الثيوريتيكال. فرجعت هنا الى المثال، انا فقط انه اريد اوضح كيفية هذه، هي نفس المعادلات اللي اخذناها بالكتاب، هي نفس المعلومات اللي موجودة حاليا، بس مجرد شوية توسع بها اكثر، يعني غير اشتقاقات هذه. المهم فاذا هذه عندي ال C2 اعوض مكانها 92، CD هذا الكوفيشنت اللي هو 0.8 تحت الجذر 2،
هذه تريد رأساً تعوض عن القيمة اللي موجودة هناك أو تريد تعوض واحدة مكان الأخرى. فإذا اثنين في 9.81 في 427 جي، هذه سي ماكو هنا جي، هذه يعني زايدة جي اللي هي 427، سي بي 0.24 مثل ما حكينا سابقا، التي 1 ناطينيها بالسؤال ضفنا عليها صارت ضفنا عليه 273 صارت 300، في 1 ناقص بي 2 اوفر بي 1. لاحظ البي 2 اوفر بي 1 انا شنو اللي نطانا قيمة واحدة اللي هي ال P1، فأنا أريد أستخرج ال P2. إذن هذه عندي النسبة راح تطلع، أجي أخرجها توصل إلى أنه P2 over P1. لاحظ هنا P2 over P1 أس 0.286، هذه أعرفها رياضيا شلون راح تحول هنا واحد على 0.28، فإذن P2 over P1 يساوينا 0.925. فإذا ال P2 راح يساوينا 1.03 في 0.925 اللي هو يساوينا point. إذا ال P2 هذا ال P2 يساوينا 0.29925 سوري في P1، ال P1 هو نعطيناها 1.03. إذا كيلوغرام فورس لكل سنتيمتر مربع. اذا اجي هسه هنا ارجع للمعادله P1 V1 اس جاما يساوي P2 V2 اس جاما. لاحظ هنا انا هذه ما موجود عندي ال V2 اللي هو السبيسيفيك فوليوم اللي راح تخرج حجم الهواء الخارج. اذا نعوضها بهذه المعادله، يعني نعوض هذه ال V اللي هي R الى T1. ليش؟ لانه انا ما موجوده عندي قيمه ال V1، فاذا اقدر استعيض بها من معادلة عامة الغازات RT1 over P1، هذه اللي في واحد على هذه قيمة ال P2 P1 over P2. لاحظ P1 over P2 هي 0.925، لكنه المقلوب مالتها فصارت واحد على 0.925 أس واحد على 4. فإذا خرجت أو استخرجت ال V2، إذا ال V2 هي 0.9 متر كيوب بير سكند. إذا استخراج throat area A2 يساوينا MA في V2 على C2. نعوض نحصل على ال diameter. ليش؟ هنا throat area صارت 9.79 باي على 4 دي سكوير، فإذا دي سكوير راح يصير جذر القيمة، فإذا راح يصير 3.25. ال pressure drop at Venturi هو ال pressure drop at Venturi، عندنا ال P1 minus P2، فال P1 هو 1.03 minus 0.953 ال P2. إذا راح يصير ال pressure drop، لاحظ إيش قد هو كان قيمته 1.03 أصبح 0.95، إذا الفرق بيناتهم 0.077 كيلوغرام فورس لكل سنتيمتر المربع. Pressure drop at Jet، هذا at Venturi. At Jet هذه الأجد يعني شلون راح نحصل عليها؟ لاحظ احنا عندنا قيمة، لاحظ هذه هي القيمة اللي احنا قلنا عليها، the fuel metering orifice is 0.75 of that of chalk. هذه 0.75 راح نضربها، لاحظ هذه 0.75 نضربها بال pressure drop at Venturi راح يخرج لي ال pressure drop at Jet. الجت اللي هو شنو راح ينتج نتيجة الفيول، فإذا 0.75 في البرشر دروب هنا راح يطلع البرشر دروب الجت. من عندها الام اف، هسه وصلنا إلى جزء اللي يحسب فيول فلو، جريان الوقود. لاحظ حتى هو إيجاد الاير فيول ريشيو لابد انه نحسب الكالكوليت فيول فلو. احنا حسبنا قبل شوية شلون شفنا الام اي او ام دوت اي، فهنا لاحظ الفيول is incompressible. اذا الفيول هو عبارة عن مادة، هذه المادة هي غير قابلة للانضغاط.
as if the fuel is incompressible, applying Bernoulli's theorem. ونحن نعرف شلون نطبق Bernoulli's theorem مثل ما تعلمنا بالفلويد، انه لابد انه تكون واحدة من الفرضيات راح تكون incompressible. فاذا P1 over rho 1 يساوينا P2 over rho F زائدا C square F، هاي سرعة الوقود على 2G في H. زين، هذه هنا احنا لغينا C1 ومثل ما تكلمنا، والZ1 والZ2 هو باعتبار نفس الليفل قريب، يعني اذا من عدها راح نشوف CF هي عبارة عن 2 جذر P1 ناقصا P2 على rho F مضروبة بالH. لاحظ هنا، اذا MF هي AF CF rho F حسب المعادلة مالتي مال الكتلة. فاذا الـ MF actual فقط انه راح شنو اضرب بالمعامل هذه اللي هو CDF، والـ AF هذه فاذا الـ rho F راح ادخلها لهنا، ليش؟ لانه عندك هنا rho F وهنا rho F وحدة هنا، فراح تصير تقسم وتدخل تحت الجذر، فصير 2 جي رو اف بي 1 ماينس بي 2 ناقص اتش رو اف. هذه البي 1 ماينس بي 2، هذه بي 1 ماينس بي 2، اذا ناقص اتش رو اف. اذا هذه المعادله العفو هنا اشارت ناقص، يعني نعرف اللوسز زائد هذه ويا اللوسز مع الحالة الثانية والسكشن 2، فهذه زائد H. فهنا من تصير زائد H، لاحظ هنا نحن راح ننقل حتى نطلع CF، فإذا CF هي تحت الجذر P1 ناقص P2 على رو F 2G ناقص H ناقص H. طيب فإذا كتلة الفيول يساوي لنا AF CF رو F، هذه معادلة الاستمرارية أو زين. فإذا الـ MF تساوي لنا هذه الـ actual، راح نضرب الـ actual بمن؟ بالـ coefficient discharge CDF الفيول في الـ AF CF، هذه قيمتها 2 رو، هذه رو F راح نضرب برو اف، رو اف هذه، فاذا هذه الرو اف اذا ندخلها راح تروح رو اف، فهنا تنضرب ماينس اتش رو اف. اذا بي 2 ماينس بي 1 ماينس بي 2 ماينس اتش رو اف. اذا هذه اللي نحسب من عندها كتله الوقود. من عندها احنا اساسا كنا ماخذينها ايضا بالكاربريتر، هو هذا جزء خاص بالكاربريتر، بس اريد احب انه انوع عليه بعد اكثر. فالاير فيول ريشيو ام اي على ام اف يساوي لنا، لاحظ احنا استخرجنا هذه القيمه سي دي للاير، سي دي للاف، اي 2 للاير، اي اف للفيول، مضروب ب بي 1 فاي على تحت الجذر، هذه اللي تخص الام اف، يعني قسمنا الام اي على الام اف. من عندها راح نوصل الى هذه المعادله. This is exact expression taking into account the effect of compressibility. اذا هذه راح تنوخذ بالحسبان انه تاثير الانضغاطيه، ليش؟ لانه هنا بالحاله عندي الوقود هو ينضغط بقيم معينه. Variation معناته انه اذا قلنا compressibility the effect of compressibility معناته اكو عندي شنو تغير بالكثافة للهواء. However the effect of compressibility of air is small for the velocities of air encountered. هنا راح تكون تأثيرها يكون قليل انضغاطية، ليش؟ لانه السرعة راح تكون عالية جدا. هنا راح نشوف شلون نحسب الـ AF. نحسب الـ AF عندما يقول when neglecting compressibility، عندما نهمل الانضغاطية. When air is considered is compressible، لاحظ Bernoulli's theorem is applicable to airflow.
Also, hence, assuming C1 equal to 0, we get. لاحظ إحنا هنا قبل قليل ذكرنا إنه Bernoulli's theorem نستخدمها للincompressible. عندما نقول assume incompressible للفلويد. لكنه هنا الهواء إذن هو يعتبر بالسرعة القليلة راح يكون هو incompressible. فهنا when air is considered is compressible, Bernoulli theorem is applicable. نشوف السرعة جلت هنا C1 يساوي صفر, we get معادلة مالتنا هذه مالت الطاقة. إذن استخرج من عندها C2 تساوي تحت الجذر 2 G P1 ناقص N P2 على رو A, هذا بالنسبة للهواء. كتلة الهواء M يساوي A2 C2 رو A, والM actual راح نعوض هنا الM A هذا theoretical, أما الأكتوال راح نضرب بيمن بالC D, وهذا الA2 والC2 عوضنا هنا بعد ما ضربنا هذه برو A. M A على M F أيضا نفس الحالة, C D للAir, C D للF للفيول, A2 للAir, A F للفيول, مضروبة بالجذر اللي راح يكون هو يخص من يخص هذا القيمة اللي تكون للسرعة, وهذا بالنسبة للفيول. إذا كان H صفر نلاحظ ناقصا H رو F, if HF صفر نا إذن هذا راح يلغى, هذه راح يلغى, فإيش راح تبقى عندي؟ MA على MF, CD على CDF, في A2 على AF تحت الجذر. لاحظ هذه قيمة رو A على رو F, ليش؟ لأنه هذا راح يكون صفر, إذن هذا متساوي هذا راح يختصر, إذن راح يصير هذا واحد, فإذن رو A على رو F منعتها. راح نشوف لاحظ هذه ثابت, هذه ثابت, الأيري أيضا ثابتة, فإذا MA على MF راح تتناسب مع تحت الجذر رو A على رو F. نرجع نكمل المثال مالتنا. أنا بس حبيت أنوه على هذه المعادلة اللي وصلنا لها, MF يساوي إنه AF CF. ردت أسترسل بالموضوع حتى إنه نشوف شون شنو اللي جاي يصير عندنا هنا, بدل ما إنه أشرح الموضوع وبعدين أرجع. لا أنا ردت بالمثال إنه نعرف شون منين جت هذه الشغلات. فإذا كتلة الوقود يساوي إنه AF في CF, هذه الكوفيشنت تحت الجذر 2 G رو F في P1 minus P2. إذا AF CF هذه موجودة, ما معلومة عندنا, بس عندنا CF موجودة تحت الجذر 9.81 للجي في 0.74 للرو اف. ليش ضربناها ب 10 أس 3 حتى على مود الوحدات؟ في 0.577 في 10 أس 4 حولناها الى هاي تحويلات الوحدات للنيوتن. فاذا ام اف يساوي ان اي اف سي اف في هذه القيمه مالته راح يكون 2.8. منعتها الاي اف راح يساوي ان ام اف على سي اف, فهذه الام اف احنا عندنا موجوده ناظرينها بالسؤال 0.48 كيلوغرام فورس على سي على 60 في 1 على 0.6 في 10 اس 4 على 29 في 10 اس 3, هذه السي اف اللي هو 0.6. هذه اصلا اساسا للوحدات 60, اذا راح ينتج لنا الاي اف 0.0431 سنتيمتر مربع. منعتها اذا الاريا اي اف يساوي باي على 4 دي سكوير, ناخذ الجذر مالتها اذا لهذه القيمه راح تكون 2, بعد ما نضربها باي على 4 على باي بالعكس راح يصير, فتطلع لنا دي اف يساوي لنا 2.4.
أيضا عندنا example 2، لاحظ أبعاد سلندر 10 × 12 سنتيمتر. 10 × 12 سنتيمتر يعني هذه 10 هي القطر وال12 هو الستروك، قطر ستروك. 4 سلندر 4 اسطوانات، 4 ستروك انجن 4 اشواط، يعني الان small n يساوي لنا 2. running at 2000 revolution per minute، يعني هنا كل 2 لفة من هذه 2 لفة راح يصير لنا يعطينا 1 سايكل. has a carburetor venturi with a 3 سنتيمتر throat، إذن diameter throat هي 3 سنتيمتر. determine this section at a throat، لاحظ section at a throat. Assuming volumetric efficiency of the engine to be 70%، هذه volumetric efficiency. Assume air density to be، إذن كثافة الهواء 1.2 كيلوغرام على المتر مكعب. And coefficient of air flow لي CD 8.8. إذن بالبداية نحسب ستروك فوليوم، لاحظ ستروك فوليوم اللي هو الفي دي او ديسبلسمنت فوليوم، والديسبلسمنت فوليوم اللي هو منين جاي باي على 4 دي سكوير في اس، بي سكوير او دي سكوير، بي سكوير في اس، قلنا هذه البي سكوير 10 في الاس، ضربناها في 10 اس 3 حتى شنو نحول الوحدات إلى متر في 4 سلندر، إذا انطاني ستروك فوليوم للمحرك كامل، للمحرك كامل. إذا هذا الـ VD المن للإنتير إنجن، للمحرك. لو ما ضربنا هذه في 4 كان لإسطوانة واحدة، كان لإسطوانة واحدة. لاحظ إذا أنا عندي الفوليومتريك افشنسي، فوليومتريك افشنسي هي منين جايه؟ جايه تساوي لنا ام اي على رو اي في الفي دي. فاذا الفوليومتريك افشنسي تساوي لنا ام اي على رو اي في دي. لاحظ الرو اي، ام اي على رو اي اللي هي فوليوم، فوليوم. اذا فالاكتوال فوليوم يساوي لنا فوليومتريك افشنسي في ستروك فوليوم اللي هو الفي دي. طيب اذا فوليومتريك افشنسي 0.7 في ستروك فوليوم او الفي دي 0.0377، هذا المحرك كامل. طيب اذا راح اجي اقول هذا الاكتوال فوليوم سات بير سكند، اذا من المتر مكعب راح يكون per second، يعني صارت لي شنو هي عبارة عن كيو، يعني متر كيوب per second. بس هنا ما راح تصير متر كيوب per second، ليش؟ لأنه احنا بالأساس قلنا هنا actual volume sec per second. فإذا يساوي لنا ال VD اللي هو هذا ال VD 0.7 في 0.0037، هذا راح نخلي قيمتها هذه في ان على ان، ان على ان هذه ان ستروك لان 4 ستروك، اذا على 2 هاي الاثنين، والان هي ريفوليوشن بير مينيت، هنا احنا نريدها بير سكند، قسمنا على 60، هاي ال 2000 على 60، هاي ال 2000 احنا قلنا 4 ستروك، اذا كل الف تسوي لي يعني الف سايكل، هو 2000 يعني كل ألف، يلا كم كل عفو كل لفتين تنطيني سايكل واحدة. طيب إذا هذه الألفين قسمناها على 2 حتى نبين إنه هذا فورس تروك، في 1/6 حولناها، إذا بالتالي أنا راح تكون الوحدات مالتي متر كيوب بير سكند، هذه يطلع 0.044. إذا ماس أوف إير يساوي لنا الأكتوال فوليوم في ال 1.2، ليش؟ لأنه احنا نعرف
الماس يساوي لنا الفوليوم في الرو. هذا الفوليوم متر كيوب بير سكند، وهذه الرو كيلوغرام لكل متر كيوب. متر كيوب مع المتر كيوب تبقى عندي هنا كيلوغرام بير سكند، فإذا هذه كيلوغرام بير سكند طلعت لي الام دوت اي ماس فلو ريت اوف اير. إذا هنا نقدر نحل بحيث انه نقول approximate method neglecting compressibility of the air. إذا بالتالي ام اي يساوي سي دي في اي 2 تحت الجذر 2 جي رو اي دلتا بي. الام اي استخرجناها 0.8، هذه الام دوت في السي دي هي مطلناها 0.8. الاي 2 باي على 4 جي سكوير مالت الثروت 3 سكوير في 10 اس ناقص 4 لان حولناها هاي مال وحدات. تحت الجذر 2 في جي 9.81 في الرو اللي هو 1.2 نعطيني اياها في الدلتا بي هذه اللي انا اريدها، فاستخرجنا الدلتا بي يساوي 0.0344 كيلوغرام فورس لكل سنتيمتر المربع.